اتفضل. يا نيلة السودا وانا كنت وانت مين يا عم؟ قابل يا عم الليمبي. لما يجي دورك اتفضل، 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 لما يجي دورك اتفضل. ده عبيط ده ولا ايه؟ اتفضل، لما يجي دورك اتفضل. يا قلنا هو كل واحد يتحرك على مكانه. الريحه دي الناس دي واكله شرابات ولا ايه؟ ايه ده؟ انت مين؟ ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ده انا من جاي من 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 عند الباب اللي في الباب. يلا يلا خلص علشان تخش الاختبار. يلا اختبار ايه؟ نظر ولا سواقه؟ ايه بتقول ايه؟ يلا خش خلص البس. بالراحه شويه كده، مش خليك متورع مع الناس. اتورع حلو مع الناس. ده هلبس ايه؟ دي عايز بكام فول فيها دي؟ فول؟ البس دي يا زلطه بسرعه. يا ترى بقى الراجل بتاع الفول هيعرفني ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار اسمه الامير؟ وهي يعني الاخبار في المحروسه بتخلص؟ ما كل يوم بخبر. قالوا يقول لك ايه ده خبر جديد. اصبروا شويه واسمعوا بقيه الاخبار. قول يا هضبه. الامير طربال بيجهز نفسه علشان يتغدى بيك قبل ما انت تتعشى بيه. قديمه ده كل المحروس عارفه. لا وبعدين هو ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد تسمعه. لكن الجديد بقى عندي، الامير طربال بيجهز رجالته وبيقابلهم في السر علشان ينتهز الفرصه في اي لحظه وينقض عليك ويتخلص منك انت ورجالتك. وانت عرفت منين اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ انت اهبل يا ابني، ده انا هضبه الاجر على الله. انا اصلي ليا واحد حبيبي قوي من رجاله الامير طبار وهو اللي جاب لي اخباره. اهو انت كده جبت المفيد. انا عايز اعرف كل حاجه بتتقال عني، طبعا بمساعده رجالتي وحبايبي. بس خد بالك يا سمو الامير، الامير طربال ده عامل زي التعبان. التعبان دواء قطع رقبته. واحنا خدامينك يا سمو الامير، لو عايزنا نقطع لك رقبته نقطعها لك ونسلخ لك جلده كمان. لا سلخ جلده ده سيبوه عليا، انا اللي هسلخ جلده واكسر سمه واخليه عبره لاي حد يفكر يمس مملكه قمر الدين. اتشرفتوا ونورتوا يا رجاله. انتوا خارجين كل واحد يخرج من طريق غير التاني. أنا عندي ميعاد دلوقتي في القصر، ميعاد مهم جدا. اتفضل. يسيبك بخير يا سمو الأمير. السلام عليكم. أهلا أهلا بالأمير طربال، وأنا بقول القصر منور ليه؟ ده نورك يا سلاف. أنا قلت أجيلك طالما أنت مش بتسأل عني. أنا ما أقدرش يا أمير طربال، بس كل الحكاية إني مش عاوز أشغل معاليك. يا سيدي اشغلني، طالما هتجيب لي أخبار الديب اللي اسمه قمر الدين اشغلني. ده المفروض يسموه قطران زفت، مش قمر الدين. ده الدين بريء من أمثاله. لا المكان ولا الوقت يسمح بكلام المصطبة دي. أنا عايز أخبار، أخبار. أنا وصلتني أخبار إن قمر الدين ده بيقابل أتباعه في السر. وسمعت ايه تاني؟ ده كل اللي وصلني، هما بيتقابلوا في السر، بيقولوا ايه؟ الله اعلم. طيب، سرة النقود دي خليها معاك، علشان تسمع كويس وتبلغني. فاهم يا سلاف؟ فاهم، أنا من اللحظة دي كل أذان صاغية. أيوه، اصحى معايا بدل ما أقطع ودنك. أوامرك يا مولاي. الأمير المهاب قمر الدين. رهن إشارة حضرة مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. كل اللي تأمرني مولاتي بيه أنجزه في التوه واللحظة. مهما كانت خطورة الأمر يا قمر الدين. مولاتي بتشك في ولائي؟ إذا أنا أطفي نفسي حالا بالخنجر ده. رجع سلاحك، أنا عايزاك حي. واثقة فيك زي ما انا واثقة في البلوى المسيحة اللي اسمها طربال ابن غربال. مولاتي شجرة الرز،
مرات حضرة السلطان الصالح أيوب الله يرحمه، الفخر كل الفخر لطربال ابن غربال أن تمنحني مولاتي لقب البلوة المسيحة. كفانا نفاق، الأمر خطير جدا ومش محتاج أي محلسة. خير يا جناب مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. الله يرحمه. هل هناك أشياء عكرت صفو جنابك؟ لويس التاسع مش من دمياط راح على المنصورة. ايه؟ لويس التاسع اتحرك من دمياط على المنصورة؟ وانا اخر من يعلم؟ اذا انا مكاني مش هنا، انا مكاني في المنصورة. استنى مكانك، مولاتك شجرة الرز ما امرتش حد بالانصراف. طول عمرك ارعن واهول وفاتح صدرك، اعقل اعقل بلاش جنان. مولاتي بتتهمني بالجنون قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. مش عايز اسمع ولا كلمة. أنا عندي مشكلة. خير خير يا مولاتي. أنا عايز أتجوز. إيه؟ ولازم أختار واحد منكم. اللي هيثبت ولاءه ليا طبعاً. واللي هختاره هيبقى سلطان البلاد. وهيبقى بعلي. وسندي وهيقعد جنبي على العرش. انصرفوا الان وخليكوا حواليا هنا في القصر. يا ريت مولاتي تاذني اجهز نفسي للرحيل، اخد بعض النضرجيه واروح عشان استطلع جيوش لويس التاسع بنفسي. لك ما تشاء يا قمر الدين، انت خطيبي دلوقتي والقصر قصرك. انصرفوا الان ودعوني اناجي شجوني. انت رقم قدوسك كام؟ هو رقم قدوسه كام ده؟ قول لي. لو قابلت حد من اعدائك وكان قاتل ناس كتير وقع في الاسر تحت زلة سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال، تعمل ايه؟ قول له الرحمه حلوه قوي يا سيدي. حلوه؟ امشي خدوه على تمريض. اتفضل. اللي بعده انا. قولي. ايوه. لو قابلت حد من الاعداء في المعركه ايوه وكان قتل كتير من عشيرتك وقع في الاسر تحت زله سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال، ايوه هتعمل ايه؟ اغزه في عياده. تغزه؟ دغري كده اروح غزه في عياده على طول وهو بيستسلح. بيستسلم بلا رحمه. تغزه؟ ايوه. مصطلح جديد. حلو. طب تغوصوا ازاي يعني؟ يعني بتروح جايب انت الكزلك حته كده وتروح لمؤاخذه ارفع رقبتك كده وتروح حاططها كده ويمشي بقى كده في زي السكينه في الحلاوه. حلاوه؟ ما ده شفت انا. انت قتلك بالكلمات في شيء جديد. ايوه لو بعرف اشتم كمان واتف كمان. امال ايه؟ طب هبقى اي عبط ولا ايه؟ اركن على جنب. اركن على جنب ليه وانا عديت رادار ولا ايه؟ اركن على جنب. حاضر. طب بقولك ما تعرفش حد اسمه هريسه؟ على جنب. على جنب هريسه على جنب رقر ليه وحرام ولا ايه؟ سلاف دخلوا للسلطانه، هو ده اللي احنا عايزينه. وانا كده نجحت؟ ايوه نجحت. والنبي نجحت؟ نجحت. طب انا هلعب تحت السن كام؟ احنا هناخدك معانا في الجيش. في الجيش؟ في طلائع الجيش؟ وده حلوه دي، واحترف بعد كده والعب في اسكو.